قبل ما نقول لكم شنو خاصكم ديروا في فتحيه ولا اهم الحوايج اللي ديروا في فتحيه، خاصكم تعرفوا ان الطياره من اسطنبول لفتحيه تقدروا تاخذوها ب 350 درهم حتى 500 درهم الي، يعني 1000 درهم ماكسيموم الي روتور من اسطنبول حتى المطار ديال دالامان. بالنسبه للسكن فتحيه بحال كاع المدن التركيه الاثمنه جد مناسبه، يعني من 250 درهم حتى 500 درهم حتى 1000 درهم، كاين جميع لي بيوتي قلبوا غير في بوكين في اير بي ان بي في اغورا، تقدروا تلقاو بزاف ديال لي زوفر اللي مناسبه لاي بيوتي. ملي توصلوا فتحيه اول حاجه ديروا سيروا ضربوا دويره في الكورنيش تسمى ساحل فتحيه، خذوا لكم شي كافي تما ولا شي اتاي تركي في وقيته ديال السانسات، داكشي تيكون ساحر جدا. وكاين تما بزاف ديال لي ريستوران ديال الحوت، دي ريستوران تيديروا دي كونسير بالليل، دونك تقدروا تجلسوا تما، داكشي رائع، اجواء جد رائعه. الحاجه الثانيه اللي ديروا سيكو تقدروا تمشيو تضربوا دويره في فتحيه ماركت، فيه حوانت زوينين تبيعوا داكشي ستيل غريك، حويجات بوهيميا، المهم داكشي رائع، غير تشطروا على ريوسكم، الماركت بحد ذاته زويون. خذوا لكم شي كروازير من البور ولا من المارينا ديال مدينه فتحيه، غادي تلقاو بزاف ديال لي زوفر تما، من بينهم دوير على واحد 12 الجزيره، تبقوا غاديين وتتعوموا وتتلاحقوا من الباطو، اثمنه جد مناسبه. هذاك الشيء من 300 ليره 350 250 ليره النهار، وتتكون بالغدا، يعني تنهضروا على واحد 200 درهم 250 درهم النهار. المهم راه كاينين غير في الكورنيش، راه موجودين تما، صولوا على راسكم وتشطروا على راسكم طبيعي الحال، راه كاينين بزاف ديال الكروازير بزاف ديال لي بروغرام. تقدروا تمشيو تشوفوا الاثار ديال الحضاره الليسيانيه، السيفيليزاسيون الليسيان، حضارة قديمة بزاف الاف سنين، واحد 3000-4000 سنة، تقدر تشوفوا مع علاج ليكم، راه هذاك القبر ديال واحد هذوك القبور اللي تشوفوا تما في الجبل، دونك سيروا شوفوهم مزيان، راه قراب ما تحتاجوا لا ترونسبور لا والو، غير على رجليكم. هاد الحاجة مهمة جدا، تقدروا تشدوا غير طوبيس تمشيو لأوليدينيز، أوليدينيز بحر ولا مدينة ملاصقة مع فتحية، 4 ساعة في الطوبيس تكونوا فيها. البحر ديالهم واحد من احسن البحار اللي كاينين في العالم، يعني ضروري ما تمشيو ليه. من اوليدينيز تقدروا ديروا الباراغلايدين بارابونت، غالي شي شويه تما، ولكن راه ثلث ساعه وانت في السماء في مظهر ظهر طبيعي اللي ما بين احسن المظاهر في العالم، يعني بواحد 180 180 دولار بحال هكاك بالتصاور بطبيعة الحال. وحتى من البحر ديال اوليدينيز تقدروا ديروا دي كروازير، عندهم تما بزاف ديال لي بروغرام، وخصوصا تمشيو لباترفلاي فالي. باترفلاي فالي واحد لا فالي ماجيك، من زعما احسن الحوايج اللي فشتهم انايا في المنطقه. وكاين دي تاكسي بوت، ملي تديو تاكسي باطو كانت دانا ب 150 ليره. الى بغيتو تبدلو شويه من الاجواء ديال البحر، خذوا الطوبيس سيروا لساكليكانت. ساكليكانت كانيون واعر، شويه بعيد، عندكم واحد ساعتين ونص ثلاثه سوايع ديال الطريق، ولكن غادي تبدلو ديروا شي روندوني خطيره. خذوا ضروري الصباب ديال البلاستيك حيت تم الحجر والماء بارد. المهم فتحيه مدينه اللي تقدر غير تبقى جالس ما دير والو، غادي ترتاح مزيان، دونك ارتاح مع راسك، هادشي اللي كاين. الى عجبكم الفيديو تابوناو وخليو دي كومونتير، ولا كان عندكم اسئله مرحبا.